للمزيد حول الأسواق العالمية معنا في استوديو رائد خضر، رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك. لنبدأ من شهادة يلين، ماذا تعني هذه الشهادة فيما يتعلق بأسعار الفائدة؟ هل نتوقع رفع إضافي برأيك هذا العام ورفعين في العام المقبل؟ تماما، إلى حد ما كانت الشهادة مخيبة للأمل بعض الشيء بالنسبة لأداء الدولار الأمريكي وبالنسبة للمستثمرين إجمالا. كان من المتوقع أن يكون هناك هوكش أكثر أو أنه تشددية أكثر من قبل جانت يلين والتركيز أكثر على رفع أسعار الفائدة، وقد يكون الحديث عن رفع وتيرة عمليات الرفع، يعني عدد مرات الرفع التي قد تكون في العام القادم، وإنما على العكس كان الحديث أولا عن تماسك الاقتصاد الأمريكي والأداء الإيجابي والاستمرار في الرفع التدريجي لأسعار الفائدة، وبالتالي تقليل ذلك قلل من احتمالية عدد مرات الرفع التي مثل ما ذكرت ممكن تكون مرتين فقط في العام القادم، في الوقت الذي نشهد فيه حاليا إمكانية الرفع بثلاث مرات هذا العام. بالتالي يعني عندنا رفع إضافي واحد لأنه رفعنا رفع بنهاية العام من المتوقع بشكل كبير، بالتالي تم يعني تبديد إمكانية أن يكون في شهر سبتمبر أي رفع لأسعار الفائدة. بدأت تتراجع بشكل كبير هذه الاحتمالية، والنظر على العام القادم عدد مرات الرفع، إضافة إلى ما يتعلق بالميزانية التي تحتاج فعلا إجراءات، يعني متى يبدأ فعليا البرنامج تخفيض ميزانية الفيدرالي الأمريكي وبيع السندات الخزينة وسندات الرهون العقارية، بالتالي تقليص البرنامج. وبالتالي ما هي نظرة على الدولار؟ تتوقعون المزيد من الخسائر؟ الدولار الأمريكي كان أداؤه يعني إلى حد كبير تعرض لضغوط في الفترة الماضية بالتراجع وانخفض إلى أدنى مستوياته في 8 إلى 9 أشهر حوالي 95 كمؤشر دولار أمريكي. من المتوقع أن يبقى متماسك بعض الشيء عند المستويات التي وصل إليها خلال تعاملات اليوم، خصوصا لأنه لا يزال لدينا بيانات إيجابية تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية، آخرها كان سوق العمل، وكان لدينا قراءة ISM الماضية كانت أيضا القراءة إيجابية، بالتالي أداء الاقتصاد الأمريكي يدعم أداء الدولار الأمريكي على الأقل بالاستقرار عند المستويات الحالية، فلا نعول كثيرا على انخفاضات أكبر في الدولار الأمريكي. ماذا عن الدولار الكندي؟ اليوم النجم الدولار الكندي مع هذه الخطوة من قبل البنك المركزي، وأعطى إشارات إضافية حول إمكانية الرفع في أسعار الفائدة في المستقبل، هل تنصحون بالدخول على الدولار الكندي؟ الدولار الكندي كان قد تضرر كثيرا مع تراجعات أسعار النفط الأخيرة، وكانت تحت الضغط بشكل كبير، وكان هناك نوع من الاستفادة من عدة جوانب بارتفاعات الدولار الكندي التي شهدناها. تراجع زوج دولار أمريكي دولار كندي كان لضعف الدولار الأمريكي الذي حدث، قوة الدولار الكندي التي حدثت بنتيجة رفع أسعار الفائدة والتوجه نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، تقليص الفجوة ما بين السياسة النقدية الكندية والأمريكية على سبيل المثال، هذا كلها تعطي يعني دعم إضافي، إضافة إلى مخزونات النفط التي جاءت إلى حد ما بقراءة إيجابية ودعمت أسعار النفط من عدم التراجع بشكل أكبر. بالتالي رأينا فعلا الدولار الكندي هو النجم كان بالتداولات يوم أمس وإلى اليوم حتى الآن. ماذا عن الذهب؟ أداءه أكيد مرتبط بشكل يعني كبير مع اتجاهات أسعار الفائدة، الآن في تباطؤ في وتيرة رفع الفائدة أو إشارات نحو ذلك، هل قد نرى تعافي إضافي لأسعار الذهب في هذه المرحلة؟ حتى الآن الذهب لا يظهر الزخم الكافي بالتفاعل مع ضعف الدولار الأمريكي أو يعني ضعف إمكانية تجديد السياسة النقدية بالشكل المتوقع، بالتالي الذهب ارتفاعاته تبقى محدودة بعض الشيء، و يعني إذا ما شاهدنا الذهب يعود مجددا إلى ما فوق مستويات 1240 دولار للأونصة، لسه ما بنكون دخلنا بترند صاعد واضح ممكن يعيدنا مجددا إلى مستويات 1300، وبالتالي إذا لم يكن هناك ارتفاعات قوية خلال تداولات هذا الأسبوع في أسعار الذهب، من المتوقع عودة الاتجاه العام الهابط على أسعار الذهب والاستقرار قريبا من 1200 دولار للأونصة، خصوصا أن الدولار الأمريكي متماسك وليس هابط بشكل كبير. رائد خضر، رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.